السلام عليكم الدراري ديالنا، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوق جديد ان شاء الله. جبرتوني في الدار هنايا مع الصديق ديالي مديجة عندي، وانا كيما شفتوا ديك الفيديو اللي كنا صورنا البارح داخل هو، غننزل لكم في الديسكريبشن باش تشوفوا. وانو شويه الخدمه شويه المونتاج، هذا ماشي بزاف، ولكن وانو كنتعلموا كنتعاونوا مع بعضياتنا، فهمت؟ كما شفتوا ديك الفيديو مشيت صورت له وعدت له المسائل ديالو كيف ما قال لي هو، فهمتي؟ وكنتعاونوا مع بعضياتنا، هادشي اللي كاين. وانو الموضوع ديال اليوم فحال اللي كتشوفوا في العنوان، علاش بزاف الناس شافوا الفيديو ديالنا ملي اتصالحنا قالوا علاش كنتو زعما مدابزين. بزاف الناس ما كيعرفوناش ملي كنا انا ومادي شحال هادي كنعدلوا فيديوهات مع بعضياتنا، ومن بعد لقى شي مشاكل. بزاف الناس كيعاودوا الكومونتاريات، وكنشوف بزاف الناس شحال كيقولوا لك علاش كنا مدابزين. ايوا شوف الكومونتاريات زين نو بزاف الناس دخلوا لك يقولوا لك علاش كنا مدابزين. هذا الموضوع هو اللي غنهضروا عليه دابا ان شاء الله. بون دابا جبرتو نمشيو مع مدين بانكا، من تما غادي ندوز عنده شي مشكل عاشم في بانكا، حياته كامله مشاكل بوبر. كنا راك عارف خصني ضروري ندبر شويه د الفلوس هيدا باش نمشي نكري شي بيت ولا نشوف شنو نعدل. راك عارف الله يسهل المصعب من الله. دابا انا كنعدل ديك الفيديوز هذاك، كنشكي عليهم ولا كنبكي. انا عدلت الفيديوز كنعاود لهم شنو واقع لي، والفيديو الاخراني اللي عدلت لهم هذيك الفيديو ديال الغربه، الواقع الغربه، راه كنت انا عدلت لهم واحد النهار، فهمتوني؟ عدلت لهم واحد النهار في البنكه وهذاك، وصدقوا كانوا سرقوا لي القناه ديالي ديال اليوتيوب ورجعتها وتمسح مسح لي هذيك خانه اللي سرق لي الفيديوز ديالي، راك عارف مسح لي كلشي. ودابا عاوتاني يعني عدلت هذا الفيديو هذا، حطيته لهم كنمثل لهم باللي انه يعني ماشي غير انا، ولا كاينين بزاف ديال الناس، يعني كاينين كتوقع عن اي واحد، كتوقع عن اي واحد، ولا حقاش كاينين هاد الناس هادو راه عايشين اكثر من يعني كفاس مني انا، وما عندهم شي واحد فكره كيفاش يصوروا كيفاش يعدلوا هذا الشيء هذا، فهمتيني اخي اسامه؟ ما عندهم شي يعني الفكره باش يوصلوا واحد الحاجه لديك الناس هذوك اللي كيتفرجوا في اليوتيوب، ولا الناس اللي عايشين في المغرب، فهمتيني؟ يعني كيفكروا بلي انا الغربه راه هي سهله وهذاك، ولكن انا كنوصل لهم يعني اللي كنحس به انا كنوصلو، واللي كنشوفو بعيني كنوصلو لهم. انا ما كنسعى على حتى شي واحد الخاوه، انا اللي بغى يقول لي كتسعى ولا كتعمل وهذاك كيبقى هذاك الشغل ديالو. انا الحمد لله واكل شراب والوالدين واقفين معانا ورضات الوالدين، وهادشي اللي كان كاين. البارح طاحت في راسو الفكره، شوف هزينا الكاميرا مشينا صورنا، بوينو الحمد لله يعني طلع داكشي مزيان وما باهش، قبلوا علينا بداكشي اللي كاين. ودابا جبرتونا نمشي مع البنكه، وديك الساعه نهضروا لكم على المشكل علاش كنا دابزنا شحال هادي وكذا وكذا. بقاو معنا الناس اللي كانوا شي متبعينا، بقاو معنا. بوينو فاميلي ديالنا، جبرتونا مع مهدي، راه هو مشى للبنكه باش شوف له، شوفوا واش دوزوا له داكشي، واش نقصوا له داكشي، واش قطعوا له داكشي. عندو اقتطاعات، عندو الدخله والخرجه، وشوف شوف شنو كاين تما. من بعد ديك الساعه نمشيو ياه الحمد لله، من بعد نمشيو نحق قهوه ونهضرو مع بعضياتنا مزيان باش تعرفوا شنو كاين، وتعرفوا علاش كنا مشكلين مع بعضياتنا، كنا مشكلين واش اللي كاين. انا البنك عارف شحال كتسالي، كتسالي 600 اورو انا البنك. كنت فتحت كوينتا هنايا، كنت فتحت الحساب في هاد الصباديل هادي، هاد البنك هادي الصباديل، وما كنتش كندخل فيها فلوس مرة، وبقاو كيطلعوا لي ليزانتيري تما، كيطلعوا لي ليزانتيري، حتى وصلت لي شي 300. ملي كنمشي كنعمل كلارو، ملي كنمشي كنعمل لابريتا، كيعطوني باللي هي كيسالوا لي، فهمتي؟ اخاوا ما بقاش اللي نخدم نبقى نخلص من ليزانتيري هنا. بونو الدري ديالنا كيما شفتو ماديش بد الملايين اللي كيطي يوتيوب، امشي جوج جوج سنتيم قطعوا له اسامه. خصني راه خصني نكمل عليهم باش نمشي للبنكه. شوف بنك انا يا خوتي، الا ما عندكش الوراق بنكه وحده اللي كتفتح لك بالوراق هي صباديل باسابورتي، وكتمن لك الاقتطاعات تقريبا شي 30%. يعني اذا دخلتي بحال اذا عندي 2000 درهم عزدي لك واحد 50000، كتدي بزاف صراحه. انا دابا ما كنتش كندخل والو، دابا اقسم بالله لا عندي شي 300 الاورو اللي كيسالوني تم. هذه شي 4 شهور كانت شي 183 الاورو عندي لابريتا في الدار، غنوري لكم. والفلوس يعني تكون وصلت ديك 300، يعني هذه شي 4 شهور كانت عندي 183 الاورو، ما عرفتش يعني ملي كتكون وصلت ديك 300 ولا شحال. بون ما علينا، دابا جبرتونا ماشي في الرامبله. والله دابا حنايا راه كنعدلوا اليوتيوب، راه كنجبروا الزباب يدف الفلوس. انا والله الا كنت قاتل باش نمشي نكري بيت اخي اسامه، ما علينا. جبرتونا في الرامبله غنمشيو نتقهوا ديسبوس، غنهضروا لكم على الموضوع اللي كنا غنهضروا عليه من بعد، يعني علاش كنا دابزنا ولاش. حيت شفت الكومنتيرات بزاف عليها نهضر على الموضوع، انا ما كاع ما نتسوق.
وين فاميلي ديالنا تبارك الله عليكم، عدنا لكم من جديد، مرحبا بكم في فيديو. وين اخوتي اللغه العربيه كتر في طال. نبداو الموضوع ديالنا اللي كنا اللي جينا عليه، شفتونا هنا مريحنا انا ومادي. فاين اخوتي تبارك الله عليكم، نتوما مزيانين؟ انا واسامه اليوم هنايا جينا نشربوا شي حاجه، وجبرتو لنا كنخططوا باش نعدل لكم شي فيديو، يعني شي حاجه واعره واعره واعره، ونتمنى من الله يكون هذا الشيء هذا يعني كيعجبكم اخوتي، وهذا الشيء اللي كاين. وينو فاميلي ديالنا تبارك الله عليك. نبداكم ندخلوا في موضوع نيشان باش ما نطولش، باش ما يجيش فيديو طويل. انا وما ديك حال هذيك كنا ساكنين مع بعضنا، نبدا لكم من اللي جيت شويه بشويه، حيت هذا الفيديو يكون طويل، نقدر نعمل فيه جوج الاجزاء، فهمتي؟ من اللي جيت انا اول مره كنت في سانتا كولوما ساكن مع واحد بريمو ديالي، ضربت مع شهر وهو شحال المغرب. من اللي جيت المره الاوله كنت تلاقيت مهدي وكذا، وهو شحال المغرب. من اللي جيت المره الثانيه الفيزا الثانيه دوزت يومين مع بريمو ديالي، ديك الساعه جيت انا ومهدي، جا عندي جا مورايا مهدي، هزينا الحوايج ديالنا، جينا لهنا واحد بويبلو هنايا حدا بيلا فرانكا اسمه لا غرانادا. مشينا كنا ساكنين في واحد بيسو تما، دار البنك هذيك كانت شحال نقول لك، كامله بلوكي، كامل الدار ديال البنك بحال هادو اللي كتشوفو مورانا كامل، ولكن شحال نقول لك فيها شي 10 ولا 15 بيسوس كاملين دبانكا، كاملين مفروعين، كاملين ساكنين باطر، فهمت؟ السراقه اللي ساكنين فيه هذيك قضيه بوحدها. وين الدار كانت كامله بانكا، كلشي ساكن باطل باطيله، وصداع وشي ما قالت امان صداقيات. وين جاب لي الكافي ديالي، كافي بومبو، وانا جاب لي انا جاب لك الصوم، وريهم الصوم. مالينا الصوم احنا يا خوتي كنضربوا السومو، ومرحبا بكم، اجيو تشربوا معنا السومو وكافي البرد والسومو حماق برات خالص السماعر. يا ديك اخوتي كما قلت لكم، بقينا ساكنين في ديك الدير ديال البنكا، مشينا ديك بوي مع بويبلو صغير، واحد الحاجه الناس اللي كيقول لكم ما تقدروش تعدلوا شهاده السكنه في الدار ديال البنك، واحد النقطه يعني تقدر تعدل شهاده السكنه في الدار ديال البنك بحال اللي كنا حنايا في لاغرانادا. لاغرانادا كانوا عاطينا، مشينا مع ديك بويبلو صغير، ايطامينتو كانت عاونت ديك بلوكي كامل عملت لهم شهاده السكنه باش عرفوا شكون اللي ساكن تما، فهمت؟ كنا انا ومهدي واحد خانا اخر عاملين في نفس البيس. وينو ساكنين ما بينا ما علينا، الحمد لله واكلين شاربين، كنمشيو نجيبو ماكله من كاريطاس، كنا ديك الساعه فهمت مع كانت عندي شحال هاد الفليزات، كنت يلاه جيت المغرب عايشين انا ومهدي بام 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 بام، هو كيدبر من هنا وانا من هنا كنتقاتلو الطن. دقينا كان خصنا نجي ندبرو بيسو هنايا في بيلا فرانكا، بيلا فرانكا بركي كبيره، فيها ميركادونا، فيها فين تمشي تسخر، فيها فين تمشي تقهوى، فهمت؟ ماشي بحال لاكراند ما فيها والو، ماشي بحال لك هنايا، خصك تجي لفيلا فرانكا باش تسخر وتجيب السخره. كما قلت لكم اخوتي، يعني جينا خصنا بيسو هنايا بيلا فرانكا ديال بينيتس، جينا لهنايا كنا كنجيو يوميا، وكنمشيو مع كانت الصيف، ما انا كنت جيت في فيزا ثانيه كانت عندي الصيف، كنا كنجيو يوميا هنا بيلا فرانكا، الاربعاء الخمسه د الليل كنشبروها بالليل على رجلها نتعقل ديك الايامات، كنمشيو بالليل اقسم بالله الطريق خاويه، والليل عرفتي كامبو، عرفتي كامبو زعما هي الاراضي خاويه ديال الزراعه وكذا كامل فيها العناب، كنا كنشبروا هيداك على رجلنا طان 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 طان، عاولا غدا وكنعسو وكنفيقوا وكنهودوا من بيلا فرانكا، بركي بيلا فرانكا هي اللي فيها كافيترياس، فين ترياح، فين تلعب كره، فيها فين هادي، بقينا كنجيو نهار على نهار سيمانه دبرنا بيسو هنايا تعقل، واحد خانا داوود ورانا ديك بيسو، مشينا طلعنا جبرنا بوينو بحال اللي بغى شي واحد بغى يفرعوا هيدا، هو كان مفرع وساكن فيه واحد خانه، ولكن ديك خانه ما كيجيش، حنا شنو عملنا؟ ما دام من الفاط ضربوا بواحد كاطا تفتح، دخلنا انا وياه فاط هيدا جبرنا بوينو واحد بيسو يعني مربج وسالم، ولا شفتو في فيديو مهدي الدار اللي ساكن فيه هو، بيسو اللي حداه هو هذاك بيسو، اول مره نفتحو بيسو بيلا فرانكا انا ومهدي، هو مشينا يا هذاك الله يسمحنا، دخلنا لديك بيسو، انا مشيت ديك الساعه جبت السرادوره، مشيت واحد السرادوره مع عند التشينوس، وخليت مهدي في الدار كيعدل الثقبه ديال السرادوره، هي اللوبه كيعدل الثقبه ديال السرادوره، وانا مشيت جبت اللوبه، ملي جبت اللوبه ما بغاتش تركب، جبت واحد اللوبه بشكل فهمتي، ما بغاتش تركب تما صداق، عاوتاني رجعت مشيت جبت حيت كان الليل التشينوس كيشد وكلشي كيشد، سعود كيشد كلشي هنا، مشيت جبت قفل واحد جوج ديال الخرصات اللي كيدخل فيهم القفل تعقاه، وعملنا ديك الخرصات وركبنا هذاك القفل، شدينا الباب بالقفل، ولكن ملي كنا كندخلوا نعسوا كنخليوه باب محلول، باب محلوله كنا كندخلوا نعسوا مردوده، وموراها واحد الكرسي باش حتى الا دفع شي حاجه شي واحد، وفوق ديك الكرسي شي حاجه تزلي جايده باش حتى الا دفع شي واحد الباب ولا هذيك عاد تسمع ديك الزلي طاح نوضو باق باق، جينا هنا شحال ما علينا، بقات قضيه هذاك ساكنين في ديك الدويره هذاك ما جاوش عندنا بولس، صافي يا هذيك اخوتي ضربنا تيمبو ما عطيتنا تما مع كنتو كتعرف كنا الصديق ديال الجزار كنمشيو من عنده كنتقدو من عنده مره كنعاونو هيدا كيعطينا باطر بوينو عايش مع باطيطنا، كنت الساعه كانت باقا لي فيزا كانت عندي فيها جوج الدخلات كانت عندي فيزا فيها جوج الدخلات فهمتي، ضربت 15 يوم وخليت مهدي في الدار بوحديتو، قلت له شوف الخاوه انا نعود المغرب
غنضرب تما شي سيمانه وغنطلع فديك ديك 15 يوم اللي قلت لكم باش كنت هوت دمز ديك خانه اللي في المغرب باش طلع معايا فهمت باش عملت له فيزا حتى هو بعدا اسمي وطلع معايا هودنا هوت انا من المغرب خليت مادي هنايا وين عايش طنطن بخير الحمد لله كنهضروا فين وفاين كذا الحومه طع 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 بقات هيداك ضربت سيمانه انا طلعت الثاني عيد كان عيدك كبير ثاني عيد طلعت بحال هنايا صافي بقينا هنايا عاوتاني طن 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 تفتحنا بيسو الثاني ضربنا شحال من هذه ضربنا البيسو الاولاني شي 6 شهور ولا عام ما وصلاش هذه ضربنا شي 14 واقيله ولا 5 شهور فتحنا ديك بيسو كما قلت لكم الساعه شفنا ديك بيسو اللي حدانا انا كنطلعوا حنا 5 شهور حنا كداخلين خارجين من ديك بيسو اللي ساكنين فيهم كنشوفوا بيسو اللي حدانا خاوي ما كيدخل له حتى شي واحد الساعه ما ديك قال لي هذا خاوي قلت له باش عرفت قلت له قال لي وكلارو ما كيدخل حتى شي واحد يعني خاوي ما كيدخل حتى شي واحد قلت له عرفت اني كاين نحاول نفتحو وعنده كانت عنده واحد شابات الومنيوم صعيبه باش تفتح فهمت ما ديش ني شبه اللي كنجرو بها اللوح شنو اسمها ديك اللي كنجرو بها اللوح النبراده ولا بحال هيداك مبرد شبر ديك المبرد بقى كيضرب ديك التشاب بام 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 انا مشيت كنت مشيت عند واحد الجزار جبت له واحد الطريقه وجبت واحد السطنيادور بركي كانت مضروبه بواحد التشابه فاش كان صحيح باب فيها اللوح ولكن من داخل الحديد تعقاب ومي كتضرب كتضرب مثلا ملي كتشد بالساروت اللوبه ديالك كتضرب ثلاثه كتضرب فوقي والوسط ونتاح وين لقينا على ديك التشاب بام 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 قلعناه قلع مادي صافي ديك الساعه نمشي كنت ديك الساعه مشيت جبت اللوبه جبت ديك شنو اسمو ديك بومبي مشيت جبت بومبي مدى عنده اكسبيرينسيا في بومبيس وكذا انا عمري فتحت شي دار انا هذه الصراحه هو عنده اكسبيرينسيا شنو نعمل عمل ديك بومبي في وسط ديك التقيبه من لفات طن طن فتح ندخل راسي الى ذاك يجبرنا دابا عرفتي ولكن كانت الدويره صراحه مزيونه فهمت بوينو داكشي اللي كاين اخوتي بوينو كان بيسو كان فيها الغابره فهمتي كان باقي جديد دخلنا ليلو كانت عندنا الشطابه جبنا الشطابه كذا اذا بقينا كنشطبوا كذا عرفت شحال كيلوز ديال الغابره صح صح هو كيشطب وانا كنشطب من الكوميدور هو كيشطب من الكوزينه طن 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 تلاقينا في الباسي وجبنا اللي خيا ودنا ميركا حيت ميركادونا يحداه فين ساكن هو ما كتشارجو الفيديوز ديالو طلع لك كيجبر ميركادونا كنا عاودو ميركادونا طلع اللي خيا مشي كنا كنسقوا الماء من الزنقه خويا اقسم بالله ايام الدبر دو الشتا كنا كنمشيو بالكروسه هذيك اللي كيتسخروا بها ديك الصوت كروسه ديال الخضره ياك كنا كنديو كروسه ديال الخضره ودان وتينا جوج ولا ثلاثه في الباب كنا كندخلوا نسخنوا الماء يعني كل العام كنا ما كانش عندنا حس الدار جديده فيها الضوء ولكن ما فيهاش الماء شنو كنا كنعملوا كنمشيو نسقوا الماء من الزنقه فحال بزاف كاين بزاف الناس هناك باقيين كيسقوا الماء من الزنقه حيت ما عندهمش الماء في الدار كنا كنديو كرو ديال الخضره عرفتي اللي كيتاخروا منه في الخضره كنعمروه بواد خاويا وكنمشيو من الزنقه سبيله الزنقه كنعمروا بواد كنعمروهم في ديك كرو ديال الخضره وكنجيو فحال صافي عاو كدا كنعمرو كنسخنو الماء كدا كندوشو عايشين الحمد لله بخير أرضة الوالدي بوينو من هنا 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 متقاتلين مع الزمان الفيديو واقيلا نوقفو هنايا بلكي هضرت بزاف وطويل غيجي طويل حتى المرة اللي ما جاش إلا عجبهم الفيديو بوينو أخوتي الفيديو غنوقفو هنايا بلكي غيجي طويل ما خصنيش نطول عليكم الا بغيتو تزيدو تعرفو ما القصه ديالي انا ومهدي وعلاش دابزنا بوركي هذه الاولى نسميه بوركي بارتي الاولانيه حيت طويل راه ملي من 2016 حتى 2019 راه تقريبا 3 سنين ديال ستوريا يعني باقي القصه طويله وشو غنبقاو نعاود لكم شنو دوزنا عاوتاني في الزنقه وبالليل في راس العام في الدرايم وانا اللي كاين تبارك الله عليكم اخوتي و خليكم مهدي المهم اخوتي كيف ما سمعتوا الاخ ديالنا اسامه عاود لكم داك الشيء هذا كامل يعني دابا خصنا نساو داك الشيء هذاك اللي فات علينا وما نعاودوهاش مره اخرى ما ندبزوش اذا وقعت شي مشكله اذا ولا شي حاجه الواحد يتفاداها وما يعمرش راسو بالخوى الخاوي وما يسمعش من الناس اللي كيبغيوك دائما يشوفوك دائما دابز مع اصحابك ولا كيوريوك الطريق على الكحله ما كيوريوكش الطريق اللي مزيانه ايوا هادشي اللي كاين والله يسمح لنا بالوالدين كيف ما كنقول لكم كاملين اخوتي ودابا حنايا مع بعضياتنا ونتمنى والله يجي ديك النهار هذاك ونهودوا كاملين بينا نشوفوا الوالدين ديالنا فرحانين ونفرحوكم معنا حتى نتوما وهادشي اللي كاين اللي كيعرفني انا يتابونا مع الاخ ديالي اسامه يدخل يتابونا عنده باش دائما توصلوا بالجديد وان شاء الله ان شاء الله اخي اسامه كنفكر المهم انت راك عارف دابا انا مشكل مرون وهذاك نهار اللي غنكون يعني انا مرتاح ومريح مع راسي وجابر فين استقر مزيان اخي اسامه وراه ما نعدو في الفيديوز
ونعدلوا لهم الافلام ونعدلوا لهم الضحك ما بقاش نشكي عليهم انا هما كيقولوا كنشكي انا ما كنشكيش انا كنعدل الفيديو كنعاود لهم زعما داكشي من القلب ديالي فهمتوني هو هادشي اللي كاين اخويا زعما والله يسهل علينا ويسهل على اي واحد اللي كيتفرج فينا هنا في اليوتيوب امين والله يسهل علينا كاملين قالك الرجال الرجال بالرجال فهمتي والجبوله هما اللي ما كيتلاقاوش شتي اللي كاين شتي اللي كاين اخوتي والسلام عليكم والسلام عليكم وتهلاو على الدراري الحومه في راسكم يلا اخويا.